بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنبدأ سلسلة تعليمية بعنوان المتشابهات في القرآن الكريم. الفئة المستهدفة من هذه السلسلة إن شاء الله ومحافظة كتاب الله عز وجل، امتثالا لقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني من عظمة علم القرآن الكريم، حببنا الله سبحانه وتعالى في تعليمه وفي تعلمه، وأثاب على ذلك الثواب الكبير والجزاء العظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة. إن شاء الله الفئة المستهدفة من هذه السلسلة هم حفظة كتاب الله عز وجل، سواء المتحدثين أو الناطقين باللغة العربية أو غير الناطقين باللغة العربية. إن شاء الله هنشرح المواضيع المتشابهة. طبعا في اكتر من طريقه لحفظ المتشابهات. ان شاء الله هنمشي بمواضع القران الكريم بدايه من سوره البقره حتى سوره الناس. في طبعا طرق، اما المتشابهات السوره مع نفسها او متشابهات اللفظ مع الالفاظ المتشابهه معه في جميع سور القران، وهذه هي الطريقه التي سنبدا بها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will start to explain a series of lessons to explain the similar words and verses that repeated in the Holy Quran. إن شاء الله we will start with the first words. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، كلمة الحمد تكررت أكثر من تكررت حوالي 27 مرة في القرآن الكريم. جاءت مواضعها إما في أوائل السور أو في غير أوائل السور. أوائل السور ورد الحمد لله رب العالمين في أوائل السور 5 مرات، وفي غير أوائل السور 22 مرة. الخمس مرات التي وردت فيها في أول السور إن شاء الله سنذكرهم على الترتيب. يبقى إحنا عندنا هنا أوائل السور وغير أوائل السور. بالنسبة لأوائل السور 5 مواضع. الموضع الأول صدر القرآن الكريم سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الموضع الثاني صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بسورة الفاتحة سورة الأنعام. الموضع الثالث أيضا وردت في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في سورة الكهف. الموضع الرابع في صدر سورة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. الموضع الخامس في صدر سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. The first situation الحمد لله comes in was the beginning of swords. The first position at سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. The second position سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. سورة الكهف: the third position الحمد لله الذي أنزل على عابده الكتابة. The fourth position is the beginning of سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. سورة فاطر: the fifth position. ننتقل إلى الجزء الثاني الذي ورد فيه الحمد لله، وهو في غير أوائل السور. غير أوائل السور وردت الحمد لله 22 مرة. ال 22 مرة دول هنقسمهم
ست مرات وردت الحمد لله في نصف القرآن الأعلى من أول سورة الفاتحة حتى سورة الكهف، 6 مرات. و16 مرة في نصف القرآن الثاني من سورة الكهف حتى سورة الناس. نبدأ في نصف القرآن الأعلى الذي ورد فيه الحمد لله، بداية من سورة الأنعام. الأنعام بها موضع في أول السورة، وبها أيضا موضع في وسط السورة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الموضع الثاني هو سورة الأعراف، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. في سورة الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا. الموضع الثالث في سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. اشتملت على الحمد لله سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الموضع التالي او التاسع في سوره ابراهيم، حيث قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق على لسان سيدنا ابراهيم. الموضوع العاشر بعد سورة إبراهيم في سورة النحل، ضرب الله مثلا إلى نهاية الآية، هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الموضع الحادي عشر والسادس والأخير معنا في هذا الجزء هو ما ورد في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. The second group we have is the Alhamdulillah which comes not at the beginning of the surahs but it comes at the middle or the end of any verses which not in the first of the surah. The first position surah al-An'am فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. The second position surah al-A'raf وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. surah yunus دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فنكست سورة إبراهيم الحمد لله وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. سورة النحل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. The next position وقول الحمد لله لم أتخذ ولدا. Conclusion of that we have the first group الحمد لله which come at the beginning of the surah 5 positions. Then الحمد لله which not come at the beginning of the surah at the first 15 chapters في الجزء في الأجزاء الـ15 الأولى وردت في 6 مواضع، طبعا غير المواضع التي وردت في أوائل السورة. We have the second group which comes not at the beginning of the surah سورة الأنعام الأعراف يونس إبراهيم النحل الإسراء. الأنعام الأعراف يونس إبراهيم النحل الإسراء. The third group they had 5 positions 5 مواضع 6 مواضع
هنا المجموعة الثالثة 16 موضع. 16 موضعا مقسمين في نهاية في 15 جزءا الأخيرة من أول سورة الكهف إلى سورة الناس. أيضا لسهولة الحفظ سنقسمه إلى قسمين، الربع الأول والربع الثاني. الربع الثاني من نهاية القرآن هو ربع ياسين، والربع الثاني هو أو الربع الأول هو من سورة الكهف حتى سورة ياسين. من الربع الأول يبدأ الموضع الأول معنا في سورة المؤمنون. المؤمنون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقولي الحمد لله. قل الحمد لله في سورة المؤمنون. الموضع الثاني ورد في سورة النمل. النمل بها ثلاثة مواضع. النمل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان منا فضلا وقالوا الحمد لله. الموضع الثاني وقل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. الموضع الثالث وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. يبقى عندنا ثلاث مواضع ورا بعض في سورة النمل، بداية من قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان. وقال الحمد لله. الموضع الثاني في سورة النمل كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. النمل أيضا. في سورة واحدة، هذه الثلاثة مواضع في سورة واحدة. الموضع الثالث بسم الله الرحمن الرحيم وكل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها في نهاية السورة. الموضع السادس عشر بعد سورة النمل. ان شاء الله هنمشي السور بالترتيب. احنا بدانا هنا سوره المؤمنون، ثم سوره النمل بس مواضع، بعد النمل القصص، العنكبوت، الروم، لقمان. كل هذه المواضع فيها الحمد لله، او كل هذه السور فيها موضع الحمد لله. بالنسبه لموضع سوره العنكبوت ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. ونلاحظ في سوره العنكبوت لا بل اكثرهم لا يعقلون، لان في ايه ان شاء الله تيجي ولئن سالتهم برضه بل اكثرهم لا يعلمون، هنوضحها ان شاء الله. يبقى دي موضع السادس عشر في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. ليقولون الحمد لله، ليقولون الله كل الحمد لله. العنكبوت بعد النمل القصص قبل موضع العنكبوت. موضع القصص قبل موضع العنكبوت موضع القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد. هذا الموضع عرض فيه كلمة الحمد فقط في سورة القصص. الموضع الذي بعد سورة القصص كما وضحنا هو موضع سورة العنكبوت التي تليها مباشرة، وهو ولئن سألتهم الذي ذكرناه قبل ولئن سألتهم من نزل ليقولون الله قل الحمد لله. بعد سورة العنكبوت مباشرة تأتي سورة الروم ليكون فيها موضع وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر. وله الحمد. الموضع التاسع عشر والذي بعد سورة الروم كما تعلمون بعد سورة الروم سورة لقمان. في سورة لقمان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هنا نهاية الآية بل أكثرهم هنا لا يعقلون. سورة العنكبوت نهاية الآية هنا بل أكثرهم لا يعلمون في سورة لقمان. هنا ولئن سألتهم أيضا ولئن سألتهم لكن هنا من خلق، هنا من نزل، هنا من خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضع اللي بعد سورة لقمان سورة الفاطر. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب.
أيضا سورة الفاطر فيها موضع في أول السورة الحمد لله فطر السماوات والأرض. الموضع الثاني وهو ربع القرآن الأدنى أو ربع ياسين من أول سورة ياسين حتى سورة الناس. عندنا في سورة الصفات موضع الزمر ثلاثة مواضع، سورة غافر الجاسية وكلمة الحمد في بداية سورة التغابن. يبقى سورة الصفات آخر سورة السورة آخر السورة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد سورة الصفات كما وضحنا سورة الزمر فيها ثلاثة مواضع. الموضع الأول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله. ده سورة الزمر ضرب الله مثلا رجلا. أيضا هذا الموضع الأول 23. الموضع الثاني في سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الزمر. الموضع الأخير في سورة الزمر أيضا آخر السورة وقالوا الله صدقنا وعده أرسل أرضا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش سبحانه بحمد ربهم وده بينهم بحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله الزمر. بقي موضعان 25 ثلاثة مواضع 25 والسادس والعشرين والسابع والعشرين. 25 في سورة غافر ثم الجاسية غافر الجاسية التغابن. بالنسبة لسورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه والحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله. بالنسبة للموضع 26 في سورة الجاثية فلله الحمد هنا في لله الحمد وليس الحمد لله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. آخر موضع في بداية سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يسبح التغابن يسبح التغابن. The third group we have is the Alhamdulillah positions which comes at the second 15 chapter of the Holy Quran beginning from سورة الكهف till to سورة الناس. The first position سورة المؤمنون وقل فإذا استويت أنت ومعك على الفلك. سورة النمل have three positions ولقد أتانا داود وسليمان منا فضلا كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وكل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. The next position هنا we have سورة النمل. The next سورة سورة القصص. The next سورة العنكبوت. The next سورة الروم. The next سورة لقمان. All of them have the same repeated positions which الحمد لله. القصص العنكبوت الروم لقمان. The next position سورة الفاطر قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Also we have the middle quarter of the Quran which is Yasin quarter have seven positions الصفات أيضا الزمر have three positions غافر والحي لا إله إلا هو الجاسية والتغابن. إن شاء الله نتمنى أن هذه الطريقة تعجبكم ونستطيع من خلالها تثبيت حفظ القرآن الكريم المتشابهات والمشابهات به. وإن شاء الله يعني في الحلقات القادمة سنحاول ربط الآيات ببعض يعني بما أن هذا الموضوع طويل في بعض المواضيع القصيرة سنحاول ربطها ذهنيا بالحروف وبدايتها من حروف اللغة العربية والهجائية سنراه إن شاء الله في المواضيع القادمة. إن شاء الله نراكم في الحلقة القادمة ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل من هذا العمل وجميع خلصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.